يتواصل الإقبال على معارض أهلا مدارس والمقام بأرض المعارض بمدينة نصر، والذي يوفر المستلزمات المدرسية بتخفيضات كبيرة. للمزيد ينضم إلينا من هناك رامي محمد مراسل التلفزيون المصري. يعني تطلعنا رامي على الأجواء لديك وإقبال الناس على معرض أهلا مدارس وما يوفره من منتجات لطلاب المدارس. تحياتي لك نهى وإلهام، تحياتي لكل متابعينا من قاعة جهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر، حيث تستمر فعاليات معرض أهلا مدارس في استقبال الجمهور لليوم السادس على التوالي. أيضا هذه الفعاليات التي تشمل مستلزمات المدارس بكافة أنواعها وبتخفيضات تبدأ من 20% وتصل حتى 30% بمشاركة 199 عارضا متنوعا ما بين مستلزمات دراسية وأدوات كتابية ومصنوعات جلدية وغيرها من مستلزمات الدراسية. أيضا هذا المعرض الذي يقام على مساحة 6000 متر وبمشاركة كبيرة لأكثر من 40 شركة كبرى في هذا المجال، مجال المستلزمات الدراسية، وأيضا يتوفر فيه العديد من هذه المستلزمات والمبادرات الخاصة بقرب العام الدراسي الجديد. وأيضا نتحدث بهذا التوقيت هناك عدد كبير من المعارض أيضا الفرعية والتي تقدر بأكثر من 23 معرضا متنوعا في أكثر من 27 محافظة على مستوى الجمهورية، أيضا على نفس نمط هذا المعرض بجميع المستلزمات الدراسية. وهذا المعرض الذي بدأ في الأول من سبتمبر الجاري ويستمر حتى اليوم العاشر من نفس الشهر، وأيضا تتوفر فيه كافة المستلزمات لكافة الجمهور بأسعار مختلفة ومتنوعة ومقارنة أيضا بمثيلتها في خارج هذا المعرض. عودة إليكم مرة أخرى. أشكرك شكرا جزيلا رامي محمد مراسل التلفزيون المصري.